الحرمان أدمن الدخان والبنج والكنكان، فبأي آلاء جلدتكما تكذبان؟ أرسل لكم الخرفان، فبأي آلاء جلدتكما تكذبان؟ يا معشر الهبل والهطل، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، وخذوا معكم الإخوان. ولا تركبوا من الصواريخ إلا ما صنع في اليابان، وليس ما صنعته تايوان. إن الجلدة لصاحب مزاج وشمام، يتعاطى الخشخاش والبرشام، ومنقوع الصرم والدكر من اللبان، فبأي آلاء جلدتكما تكذبان؟ إن جلدتكم لعكروت ألعبان، وأجدع من سوبرمان، فبأي آلاء جلدتكما تكذبان؟ فسبح باسم جلدتك ذو الجنان والمورستان.